الرئيس بدوك حاجه انه الشفعه تحدد عشان المعارض يكملها وسوف تحدد الجنا وتعين سيادتكم هي اللي تقرا المعارض الجهوي والمعارض تعطى. سير رئيس انا راك انا نضرب من الفيق القانون انا اصبر جدا انا ما غاديش تحكي فيا شي عضو ينزلني نستاق ولا ما نستاقش على هادشي رايي شخصي انا عندي حق عندي حق ما نستاقش كاع سكرت من هنا نمشي من هنا ونحكي من هنا انا ما نستاقش كاع صافي واش خد الناس اللي قدام ولا الناس اللي قدام انا عندي حق ما نستاقش كاع شكرا. واش عندك ثقه في الرئيس والكل؟ بطبيعه الحال الله يخليك وشوف احنا راه بيت القصيد عندنا هو تصفيه الاجواء واش تبديل واش تبديل غادي تستقر كل شيء الله يخليك استقر كل شيء صافي الله يجعل البركه خلينا نطوع هذه الصفحه الى ساعدك الله ترجع عليك ان شاء الله الله يسلمك.